مولود الجدي عنده أسبوع جيد، أخبارك طيبة ممتازة ممتازة، شعبيتك حلوة، الجو العام ببشر بالتقدم، بيزيد من شعبيتك وبتحصد ميدالية أو ربح. أسبوع جيد، نوعية الوقت كمان مهمة، أسبوع بيعطيك طاقة حلوة وإيجابية مع وصول الشمس لبرج العقرب لتنضم لعطارد بموقع مناسب جدا، بيتحدث عن عزيمة كبيرة وعن سرعة بسير الأمور. البداية كمان حلوة مع وجود القمر ببرج الثور الترابي الصديق يلي بخليك تتحرر من القيود وبتلاقي الطريق قدامك سالكة حتى تتقدم بدون إشكالات أو حواجز. حاول أنك تستفيد من الأجواء الاستثنائية اللي بيحمل لك إياها الفلك من مفاجآت سارة مليانة بالحظ والظروف المناسبة والناجحة. بينتقل الأمر لبرج الجوزاء يومي الأحد والتنين لموقع إيجابي أيضا بيعزز حظوظك وانفراجاتك وبيدعمك وبيدعم كل شيء حولك حتى تستفيد وتنهي من الأعمال الصعبة والمهمة، الأعمال المعقدة والمستحيلة. عندك انفتاح تام باتجاهك، ما تتأخر ما تضيع الوقت السمين. بينتقل الأمر لبرج السرطان الثلاثة والأربعة يومين معرقلين، بترجع الجديد بتغرق بدوامة من القلق والشغل المتواصل والالتزامات والركض بكل الاتجاهات، مطالب مهنية مطالب عائلية، أيام طويلة فيها أعمال متراكمة، أجواء معادية ممكن تسبب لك منافسات وخصومات ومخاوف كثيرة، في فوضى في عدائية، بتطور ممكن أزمة صغيرة لأوضاع معقدة جدا، إذا بدك مساعدة ما تكابر. بينتقل الأمر لبرج الأسد الخميس والجمعة وبخليك تمرق بأزمة ثقة وممكن تضطر لاتخاذ مواقف حاسمة لأنه خصمك أقوى منك والعبء ثقيل، حاول أنك تتفاهم مع المنافسين حتى تخفف من التوتر أو العداوة. ايضا انتقال الزهره لمواجهه برجك بالقوس بتخليك تشعر بعدم القدره على تحقيق امالك او مشاريعك او خططك، ممكن تنلام من قبل الشريك على تقصير ما وتحاول الدفاع عن حالك وتشعر بالارهاق. اما العازب ممكن يعاني من بعض الخيبه والتراجع بالمعنويات او تراجع بعلاقه جديده ورح يعيش اسبوع حذر جدا، بدك تنتبه شوي عاطفيا وعائليا.